المحشش نسي مفتاحه بالسيارة. المحشش نسي مفتاحه بالسيارة. جاء واحد فوت سيخ شك من الشباك وفتح له اياه. راح صب على السيخ. محشش محشش عم بيدهن بيشتغل بالدهان. بلش يدهن طرق سيجارتين ثلاثة حشيش وبالله تيح يدهن وحش ويدهن وحشيش ويدهن. فاتت عليها صاحبة البيت قلت له مسيو ولو على القليل حط جريدي تحتك. قال له ما عليه طال هيك طال. الفدادة كي تلقت بانك واحد كوكانجي كان بمطعم بالحمامات معه 100 جرام كوكين بالكيس. 100 جرام؟ ايه. قال له القطك قال له سيدنا عم بيصير معي شغله. قال له ايش؟ قال له بس كبهم بكرسة الحمام وسد السيفون بيطلع كيس مثل بجيب ايدي. قال له فرجينا كيف. كبهم سد السيفون دقيقة دقيقتين قال له دارك وين الكوكايين؟ قال له هي كوكايين. الواحد محشش لقيت له مارته قلت له انا حبلي. قال له كيف حبلي؟ اللي سنتين مسافر. قلت له عندي صورة إلك. قال له عندك صورة إلي من الخاص وطلوها كيف حبلتي؟